بالنسبة للنقطة الأخيرة، أنا أعلم جيدا أن هناك من المعممين الشيعة لهم مصالح شخصية، لهم مصالح سياسية، فينتقدون إيران، لكنهم لا ينتقدون التشيع. نحن نريد من هؤلاء أن يدعوا، أن يقوموا بدعوة الشيعة لتنقية التشيع من الشرك والتخلف ومن يعني الطعن في الصحابة، ويبينوا أن هذا فعلا موجود بكتب الشيعة. مش يقول لك المعمم ده لا يمثل الشيعة، ده لا يمثل الشيعة، ده كلام فاضي وإحنا طبعا كاشفينه. معنا هشام العراقي، اتفضل يا هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أحسنت، وأرجو أن تكون واسع الصدر وعريض كي أطرح فكرتي، فإن من خلال كلامك يتبين أنك تدعو إلى حرب على عقيدة الشيعة وليس على سياسة إيران فقط، هكذا فهمت من طرحك أيها الكذا. فأنا أقول لك أيها الكذا، شكرا على اتصالك، شكرا على اتصالك. أنا لست مضطرا، لأن أنا أتلقى يعني هذه الكلمات من شخص غير مؤدب مثلك، مع ان انا كنت عايز افهم، يعني انا هذا يقول انه فهم مني ان انا ادعو على حرب على العقيدة الشيعية، ادعو الى حرب على العقيدة الشيعية وليس فقط على ايران. واساسا هي ايران لما يعني احتلت عواصم عربية، باي وسيلة احتلت هذه العواصم العربية الا بهذا التشيع الباطل؟ كيف خدعوا العرب الا بهذا التشيع الباطل؟ التشيع الموجود الان هو النسخه الموقعه بامضاء عالم الدوله الصفويه المجلسي، والتشيع هو التطور الطبيعي لعقيده الفرقه السبائيه التي ظهرت في ايام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وامر بتحريقها، كما جاء في كتب السنه وكتب الشيعه. تطورت هذه العقائد الى ان وصلت في عهد الدوله الصفويه، ثم حدث بعد ذلك أن أضيفت أو وضعت آلاف الروايات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والمكذوبة على أهل البيت رضي الله عنهم في كتب الشيعة، من مقالات الغلاة ومن مقالات اللي فيها طعن في الصحابة ومسألة تحريف القرآن التي بدأت. اسمع القصة حتى تفهم ما هو التشيع. هذه المقالات بدأت في الكتاب الذي زعموا أنه قبل عصر التدوين، كتاب سليم بن قيس الهلالي، كان فيه رواية واحدة فقط تشير لتحريف القرآن بشكل غير مباشر. في هذا العصر وصلت لألفين رواية، أكثر من ألفين رواية عن الأئمة كذبا وزورا عن أهل البيت حاشاهم أن القرآن محرف. فأنا إذا الله يأمرني بالتمسك بأهل البيت الذين يقولون أن كتاب الله محرف، هذا التشيع ما هو إلى محاولة إلا محاولة لتقديم نسخة مزيفة محرفة للإسلام. فلن نسكت، لن نسكت. نحن أولا ندعو الشيعة إلى الحق، ثم ندافع عن ديننا، ندافع عن عقيدتنا. مش موضوع حرب ومش حرب، وانت مكبر يعني بتدي المسألة ألفاظ كأننا لا، نحن نرد على الفكر بالفكر. أما أنتم فشلة عجزة لا يستطيع لا يجرؤ. أنا أتحدى أمام الآن، أنا على هواء الآن، أتحدى أي عالم من علماء الشيعة أن يجرؤ على الاتصال ومناقشتي، ليس لأني قوي في النقاش والحوار والمعرفة لا لا لا، لنظر. هم يعلمون جيدا أنهم على عقائد هشة، هم يعلمون أنهم على عقائد هشة، مجرد ما أطلب منه الدليل لن يستطيع. أي شيء حتى اللي بيتواصل معنا بيتكلم خارج من نقطة الطرح، يتكلم خارج نقطة الطرح، ولازم يغلط فيك، لازم يقل أدبه، لازم يعمل شيء اللي بيها عايزك ما تكملش معاه المداخلة، لأن أنت هتطلب منه إيه؟ أدلة. هكذا هم. نرجع لموضوع الحلقة. نحن نقدم التشيع بلا مواراة، بلا مضاراة، بلا تقية، بلا أقنعة. يجب أن تعرفوا ما هو التشيع بلا أقنعة، وليس كما يقدمه دعاة التقريب أو الجهلة وأشباه المثقفين، هؤلاء الذين يعتبرون أن التشيع مجرد أن الشيعة دول يعني بيحبوا أهل البيت. لا، بلاش جهل. عثمان من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. إن شاء الله أنك تقول تدعو علماء الشيعة إلى مناظرتك، وأنت لم تستطيع أن تصمت دقيقة واحدة أمام ثائر الدراجي، ونقول لك سنعيد. مين ثائر الدراجي ده أصلا عشان أصمت أمامه أم لا أصمت أمامه؟
طيب سنعيدها. مين هو ده اصلا؟ انت بتجيب لي شخص كانك بتكلمني عن السيستاني او بتكلمني عن كمال الحيدري، هم دول علماء الشيعه، فاهم دراجي ايه وبتاع ايه؟ سنعيدها صفويه. خلينا في موضوع الحلقه، ايه تعليقك ايه على المقطع؟ سيكون عباس اسماعيل الصفوي. اي مقطع؟ مقطع امك عائشه لما ترضع الكبار. طيب اديكم شفتم التشيع بلا اقنعه، هذا هو التشيع بلا اقنعه. الان اساء لعرض النبي، اساء لام المؤمنين عائشه. شكرا على اتصالك، الله يفضحكم اكتر واكتر، هو ده اللي انا عايزه. يجي واحد بقى يقول لك دول اخواننا، نبينا واحد ونصلي لقبله واحده. هذا اخوكم ليس اخي، اللي بيقول هذا الكلام ويصحح مذهب هؤلاء فهو منهم. عفوا.